بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. سنرى معنا اليوم درسا جديدا، لكن قبل ذلك سنقوم بتذكير بسيط. سبق وأن تعرفنا عن الفعل المثال في حصص سابقة، وقلنا بأن الفعل المثال هو ما كان أوله واو، ورأينا أمثلة عديدة على ذلك، مثال وقف وزن ورد. وقف في الماضي يقف في المضارع، وزن في الماضي يزن في المضارع، ورد في الماضي يرد في المضارع. ثم تعرفنا عن الفعل الأجوف، وقلنا بأن الفعل الأجوف هو كل فعل في وسطه حرف علة، وقلنا بأن حروف العلة هي الألف والواو والياء. إذا جمعنا هذه الحروف تعطينا كلمة واي، مثال قال مال صام. مال في الماضي يميل في المضارع، قال في الماضي يقول في المضارع، صام في الماضي يصوم في المضارع. نعم، هذا ما سبق ورأيناه في الحصص السابقة بالنسبة للفعل المثال والفعل الأجوف. اليوم سنرى معا فعلا جديدا، لكن قبل ذلك لاحظوا معي المثال التالي. سنقرأ الجملة: رأيت طفلا يرسي مركبا في الجدول فيطفو على صفحة الماء. إذن سنحاول من خلال هذه الجملة أن نستخرج الأفعال الموجودة فيها. إذن بعد قيامكم بذلك، لاحظوا معي الآن، لدينا فعل رأى في المضارع يرى، ثم فعل أرسى في المضارع يرسي، وأخيرا فعل طفى في المضارع يطفو. إذن أعزائي التلاميذ، ماذا تلاحظون في آخر هذه الأفعال؟ لاحظوا جيدا. إذن جوابكم أكيد سيكون أن هذه الأفعال تنتهي بحروف العلة، وكما سبقت الإشارة لذلك في حصص سابقة، قلنا أن حروف العلة هي الألف الواو والياء. إذا لاحظنا فعل رأى، ماذا يوجد في آخره؟ نعم، يوجد في آخره ألف مقصورة. ثم فعل أرسى كذلك ينتهي بألف مقصورة، وأخيرا فعل طفى ينتهي بألف ممدودة. عندما نحول الفعل إلى المضارع، لاحظوا معي جيدا، يرسي، ماذا يوجد في آخر الفعل؟ نعم، ياء. ثم فعل يطفو، ماذا يوجد في آخر الفعل؟ واو. أحسنتم. إذن ماذا نسمي الفعل الذي ينتهي بحروف العلة؟ نعم، سنسميه أعزائي الفعل الناقص. إذن نستنتج أن الفعل الناقص هو كل فعل في آخره ألف واو أو ياء. نعيد مرة أخرى الاستنتاج: الفعل الناقص هو كل فعل في آخره ألف واو أو ياء. بعدما تعرفنا أعزائي على الفعل الناقص، سنقوم الآن بتطبيق بسيط. كل واحد منكم سيلون بالأصفر خانة الأفعال الناقصة، ولكن قبل ذلك أعزائي لا بد من قراءتها. لدينا التقى، نسي، يمشي، قال، يعلو، بقي. كما تعرفنا أن الفعل الناقص هو كل فعل ينتهي بأحد حروف العلة، الألف، الواو، أو الياء. إذن سنبدأ بالفعل الأول، التقى. لاحظوا ماذا يوجد في آخر فعل التقى؟ نعم، ألف مقصورة. إذن هو فعل ناقص. نمر الآن إلى فعل نسي، ماذا يوجد في آخره؟ ياء. إذن هو فعل ناقص كذلك. نمر إلى فعل يمشي، لاحظوا جيدا فعل يمشي هو فعل في المضارع. ما هو ماضي هذا الفعل؟ نعم، ماضي هو مشى. إذن هو فعل ينتهي بألف مقصورة في الماضي وينتهي بياء في المضارع. إذن هو فعل
ناقص. لم رؤي فعل قال، هل هذا الفعل ينتهي بأحد حروف العلة؟ طبعا لا، وإنما هذا وحسب القاعدة التي سبق ورأيناها هو فعل أجوف. أحسنتم، لأننا قلنا الأجوف هو ما كان وسطه حرف علة. نمر إلى فعل يعلو، ماذا يوجد في آخره؟ يوجد في آخره واو، إذن هو فعل ناقص كذلك. ثم الفعل الأخير بقي، نلاحظ في آخره ياء، إذن هو فعل ناقص أيضا. تبقى الإشارة في الأخير إلى ملاحظة مهمة، انتبهوا معي إلى فعل أرسى. في الماضي في آخره ألف مقصورة، نلاحظ في المضارع تحولت وقلبت الياء المقصورة ياء، إذن في الماضي ألف مقصورة، عندما حولنا الفعل إلى المضارع أصبحت ياء. لاحظوا معي فعل طفى في آخره ألف ممدودة، عندما تم تحويل الفعل إلى المضارع انقلبت الألف واو. أعزائي التلاميذ، بعدما تعرفنا على الفعل الناقص، الآن سنقوم بتذكير بسيط على الجملة الفعلية التي سبق وتعرفنا عليها في حصص سابقة. فماذا قلنا عن الجملة الفعلية؟ قلنا أن الجملة الفعلية هي كل جملة تبتدئ بالفعل، وهذا الفعل يكون إما ماضي، مضارع أو أمر. والجملة الفعلية كما سبق ورأينا تتكون إما من فعل وفاعل، مثال خرج أحمد، أو من فعل وفاعل ومفعول به، مثال شرح الأستاذ الدرس. بعد هذا التذكير البسيط، لاحظوا معي المثال الآتي، يشق الفلاح الترع. حسنا، ماذا يفعل الفلاح؟ يشق الترع، إذن يشق هو فعل، وهو الفعل الذي قام به الفلاح. حسنا، متى وقع هذا الفعل؟ أكيد ستقولون أن هذا الفعل وقع الآن، وعندما نقول الآن معناه ماذا؟ معناه المضارع، إذن نقول بأن يشق هو فعل المضارع. وماذا نقصد بالمضارع؟ الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حدث وقع ولا زال مستمرا، أي لم ينتهي بعد. وكما تعرفنا أن هذا الفعل يبدأ دائما بحروف المضارعة، فمثلا أنا أبدأها دائما بأ، مثال رسم أرسم. لاحظوا جيدا، أنا أ، هو ي، هي ت، نحن ن، إذن هذا هو الفعل المضارع. نعم، من الذي يشق الترع؟ الجواب هو الفلاح. إذن من يكون هذا الفلاح في الجملة؟ الفلاح هو فاعل، والفاعل كما رأينا هو الذي يقوم بالفعل. ماذا يشق الفلاح؟ الجواب سيكون هو الأرض، والجواب عن السؤال ماذا هو مفعول به. إذن ماذا نستنتج أعزائي؟ نستنتج أن هذه الجملة هي جملة فعلية تبدأ بفعل مضارع. نعيد الاستنتاج معا، جملة فعلية تبدأ بفعل مضارع. بعد الاستنتاج سأعطيكم أعزائي بعض الأمثلة لجمل أخرى، يحرث الفلاح الأرض، يفحص الطبيب المريض. سنحاول استخراج الأفعال المضارعة في هاتين الجملتين. بالنسبة للجملة الأولى، يحرث الفلاح الأرض، الفعل المضارع هنا هو يحرث، نعم. وفي الجملة الثانية، يفحص الطبيب المريض، الفعل المضارع هنا هو يفحص، نعم. الآن سنمر إلى تطبيق. أبدأ الجمل الآتية بفعل مضارع مناسب، الأفعال هي يرسي، يسبح، ينزل، يصفق. والجمل هي كالآتي، الحوت إلى قعر البحر، الطفل المركب على الماء، السمك في البحر، الطفل الصغير فرحا. أنتظر إجاباتكم على دفاتر المنزل. إلى هنا تنتهي حصتنا لهذا اليوم،
وإلى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.